بسم الله. اليوم بفضل الله يعني حتى هذه اللحظة التقارير اللي بيجينا من كل مكان في محافظات مصر ومن اسكندرية بتؤكد على ان الاقبال رغم كل الترهيب والتخويف والتشغيب بفضل الله الاقبال يعني كان فوق اللي احنا توقعناه. كنا يمكن متوقعين ان الاعداد تكون زيادة بالليل واقل صباحا، لكن العكس هو اللي حدث. الناس من اللحظات الاولى اعتقد انهم ادوا واجبهم ونزلوا بكثافه على كل لجان الاقتراع، فده اللي احنا كنا نامله من اخواننا كلهم ونامله من شعبنا، ان احنا ما نخذلش البلد في هذه الفتره الصعبه وان احنا نمر ان شاء الله من هذه المحطه بسلام. عايز اشكر كل اخواننا تحديدا اخواننا في حزب النور وفي الدعوه على الجهد اللي بذلوه، مش النهارده لا، ده على مدار تقريبا اسبوعين هم بيحضروا للحظه دي. يعني ما شكر الله من لم يشكر الناس. انتم جنود مجهولين بتعملوا، وكثير من الناس ما تعرفش جهدكم ولا تعرف انتم بتقوموا بيه على الارض. اسال الله تعالى انه يرزقهم الاول الاخلاص، ثم يتقبل منكم العمل اللي بتعملوه ده في سبيله، ثم في سبيل هذا الوطن واستقراره والحفاظ على امنه. عايز اقول ان احنا لسه قدامنا بكره كمان ان شاء الله، وبعد كده حتى مع اعلان النتائج دي هي الخطوه الاولى. احنا كل اللي عايزينه ان احنا نعود بالبلاد تاني الى مسار استقرار، نصلح المؤسسات، نتكلم على اصلاح تدريجي واصلاح مجدول، لكن في النهايه هنحافظ على بلد ونحافظ على مقدراتها ونحافظ على مؤسساتها. انا سعيد ان اخواننا النهارده كانوا معانا وان احنا جينا وادلنا بصوتنا بسلام وبهدوء، واسال الله جل وعلا ان هو يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وان شاء الله نراكم بقى في استفتاء تاني او في انتخاب تاني ان شاء الله. شكرا، جزاكم الله خيرا.